السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم 3D. الحلقة النهاردة بعنوان بطل فتي، صح كده؟ صح، بطل فتي. احنا كشعب مصر إلا من رحم الله يعني بنحب، ما يعني أو مش عايز أقول بنحب الفتي، ما بن يعني بنتكسف تقريبا نقول معرفش. لا معرفش أيه بالظبط، كل واحد فينا بيتكسف يعني، إزاي تسأله ويقول لك معرفش، إزاي تسأله ويقول لك اسأل فلان تاني، لا طالما جيت لي لازم إيه كده. الله يرحمه فضيلة الشيخ كشك رحمة الله، سمعت له مرة في الشريط يقول لك كان واحد من العلماء في زيارة لمصر يعني، وواحد تاني من أهل البلد، فبيقول له شعب مصر ده فتاي قوي إلا من رحم الله. قال له إزاي؟ قال له ما بيعرفش يقول ما عرفش، لازم يقول أي حاجة. قال له إزاي الكلام ده؟ قال له أنا أثبت لك. فهم ماشيين كده فوقفوا واحد عسكري مرور كده، فقال له أنا هسأله لك على شارع مش موجود في مصر أصلا. قال له شارع، لو سمحت يا ابني، شارع ألفية ابن مالك فين؟ شارع ألفية ابن مالك ده مات بيدرس في طلبة الأزهر. ألفية ابن مالك فين؟ فبيقول لك ده قلع كاسكيت طاقية كده وقرش دماغه وقال له إيه؟ والله يا ابني أنت هتخش كده في يمين في شمال مش عارف، هتلاقي كوبري مش تحت الكوبري، يعني إداله وصفة يروح. لا وكمان شوف الدقة، هتلاقي كوبري يخش تحت الكوبري، دقيق قوي حتى في الفتي بتاعه. أنت واخد بالك؟ نسيت تعرفنا كده. لا فعايز اقول لك ما هو ده من ضمن الفاتي افتي على افتي. ايوه انت دخل والله افتنا. والله عايز اقول لك على حاجه، هي بجد بجد والله مشكله كبيره وقافه كبيره جدا جدا. يعني كان دايما احمد يقول ايه؟ يقول لو سكت من لا يعلم سقط الخلاف. مشكلة صح كتير من الخلافات اللي ما بين الأسرة الواحدة حتى مش ما بين الشعوب، ان كل واحد بيتكلم هقول لك حاجة بدون علم. اللي يقول لك انا 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 مش عارف، ده هو اصلا لما يقول انا مش عارف دي تدل على كل شخصيته مش ضعف، وما تدلش على جهل، ده بالعكس. قال لا ادري فقد افتى. بالظبط، قد افتى. وفي حاجة وما قال نفسه عالم فقد جهل، يعني هو بيتخيل انه عارف كل حاجة، ده جاهل، ده بالعكس. والله العظيم يا محمد انا مشيت اكثر من 4 كيلو والله بسبب فتي واحد. والله 4 كيلو مشي صعبان علينا يا عم. المشكله ان الفتي بدون علم او الكلام بدون علم احيانا بيؤدي الى المهالك والعياذ بالله. يعني اذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد كانوا ثلاثه مع بعض تقريبا في زي سريه كده، واحدهم يعني شج راسه صب في راسه فسال الدم، راسه اتفتحت فبعدين نام فاحتلم، فقام في الطبيعي المحتلم عليه غسل الجنابه اللي يرفع الجنابه، فسال اصحابه اللي معاه الوضع كذا كذا، انا اصابني الاحتلام، قالوا لا نعرف لك الا ايه؟ نجد لك رخصه. طب ده يعني راسه مفتوح، يعني ليه حكم خاص، ليه حكم خاص، ده كده حاله خاصه، ما ينفعش نستشهد له بحكم عام. صحيح، ان هو لازم يغتسل. فهو سمع كلامه فاغتسل فمات. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله. لذلك العلماء شفاء العي السؤال ده كان يكفي ان هو ايه يتيمم كده بالتراب، لان ده عايز فتوى خاصه. بالظبط، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الاجابه بغير علم عي، يعني جهل. نعم، لذلك العلماء لو تعرفوا الفتوى، تعرف الفتوى ده هي بالظبط، هي بيان ما استشكل على الناس بالدليل. بالدليل، بالدليل، ما استشكل على الناس بالدليل. ودي بتبقى الفتوى، في فرق بين الفتوى والحكم. الحكم دي القاعدة الأساسية اللي مش بتتغير ولا بتتبدل، ولكن الفتوى هي اللي بتبقى غالبا استثناء عن القاعدة، والاستثناء نفسه لا ينقض أصل القاعدة، ولذلك ما يقدرش يتقدم على الفتوى ولا على الإفتاء إلا شخص يكون أصولي، شخص يكون عنده من العلم والمكانة والتعبد كمان، يعني طيب المكانة العظمى. علاء، إحنا في زمن دلوقتي الإنترنت، تمام، وكل واحد محتاج فتوى دلوقتي بيخش على شيخ جوجل. ايوه شيخ جوجل، صح، او على مش عارف في فقهاء كبار. كان ده انا عايز اقول لك، كان في كلمه سمعتها عجباني قوي 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 قوي. طبعا احنا اي نعم شباب وبنضحك وبنهزر وبنلعب وكل حاجه، ولكن لينا اصول نرجع ليها. بالظبط، صح كده، مش احنا اللي احنا عايزينه يعني، لينا اصول. كان الكلمه خدتها من الشيخ يعقوب، ربنا رب يحفظه ويبارك فيه، كان يقول لك ايه؟ النت لقيط لا أم له. صحيح، تمام كده، فهو لقيط، فانت تخش على النت تكتب اللي انت عايزه في اي حته في اي هج وتلاقي ناس تقعد تجاوبك. صح، ما انت لما تسال النهارده الشاب اللي بيخش يسال على جوجل بدل ما يتصل باهل العلم ولا يروح الازهر او اي مكان من يا محمد انا عايز اقول حاجه، لو في واحد ما انت مش عارف، ما ممكن اي حد يكتب يا محمد على النت. صحيح، لو في واحد فينا مريض هستحلفك بالله مش هيدور على افضل دكتور. صحيح، افضل دكتور. صحيح، حتى لو كشفه 1000 جنيه مش مهم،
ده مساله ابدان. يبقى المشكله طيب كمان مش في اللي بيفتي بس، بالظبط كده كمان في اللي بيسأل. انا بروح لمين يا راجل؟ انت ممكن تلاقي واحد طلق مراته، طلقها، روح عند واحد مقيم شعائر، مؤذن، انت متخيل؟ مقيم شعائر مش هيقرر اصلا في الدين، يقول له حط 20 جنيه في الحصاله كده خلاص، ايه حط 20 جنيه في الجامع ولا 50 جنيه في الجامع؟ بيحصل كتير فعلا. تمام كده. والله العظيم انا اعرف واحد شخصيا طلق زوجته ثلاث مرات خلاص لا تحل. تمام كده. راح لاهل زوجته قال لهم انا جبت فتوى انه ينفع. ينفع منين؟ انت منهم ثلاثة، منين ينفع؟ قال لهم والله من شيخ. قال لي شيخ مين؟ زي واحد تقريبا كان شارب حاجة يعني فبيقول للشيخ ايه، هو ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال له لا. قال له بس انا جربته ونفع. طيب معنا تقرير، نسمع التقرير ونرجع. والله المستعان. ايه رايك في الفتي؟ انك تفتي في حاجه ما مش عارف؟ لا، الحاجه اللي انا عارفها بتكلم فيها، حاجه مش هعرفهاش لا، ما اقول ما اعرفش، ممكن ارجع مثلا لحد يكون عارف اتكلم معاه وكده. يعني لو شخص تايه وسالك عن قانون انت ما تعرفوش هقول له ما اعرفش. حصلت معاك مره سالت حد عن حاجه وطلع غلط؟ كتير. كان رأى موقفك؟ يعني لا، ممكن بقول ان هو ما يعرفش كويس فجت معاه كده. يعني ايه رايك في الفتي؟ في شخص منه هنا. بتفتي انت؟ بتفتي؟ لا مش قوي. لا يعني مثلا واحد تايه قال لي ما فين المكان والكلام ده، لا هقول له ما اعرفش. حصلت معاك؟ طيب بتحصل كل يوم طبعا. كل يوم حد بيتوهك؟ لا يعني على حسب بقى، يعني في بقى اللي هو يقول لي يمين اللي جاي وبتاع، وتيجي يمين اللي جاي اللي هو فين يا عم انت، اي كلام ولا حاجه. ايه رايك في الفتي؟ فتي يعني اعرف ناس فتاين كتير بس انا مش فتاي. لا انت فتاي. ليه بقى؟ اكيد صح. لا جيت في مره حد سالك على حاجه وانت مش عارف العنوان ده ليه ولا حاجه وخلاص؟ لا بصراحه لا ما حصلش. جيت انت بقى في مره حد تاني كنت بسال عنوان وحد قال لك حاجه غلط؟ ممكن حصلت احيانا. طب اشمعنى حصلت وانت ما حصلش معايا؟ انا ما عملتهاش مع حد بس اتعملت فيا. بتفتي؟ لا بقى كتير. لا مع الجماعه واصحابي محمد علي بفتي معاه كتير. بتفتي يعني؟ بتقعد تحور عليه وكده يعني؟ ما فيش حد جه في مره سالك عن عنوان ودليته غلط؟ العنوان انا في واحد كده ما كنتش عارف الاسم، مع اللي اول حاجه 20 ما كنتش عارفه مكانه فين. فبقول لي فين 20؟ بقول له 20 هناك اهي. طب تعالى كده. لا 20 هناك اهي. طب تعالى كده. انا مش عارف 20 فين. انت كدبت عليه في الاخر؟ كدبت عليه. حصل لك بقى نفس الموقف؟ قلت انت تايه وسالت حد وكده ده غلط؟ لا لا ما بسالش حد، انا بحب اتمشى لغايه ما الاقي المكان. تمام. استاذ حسين فاتت كم مره؟ فاتت كم مره؟ لا ما فاتتش ولا مره في حاجه يعني، الا ممكن لو مع الاصدقاء ممكن يعني. يعني مثلا ما حدش من الشارع سالك على عنوان ورحت واصف له اي عنوان وخلاص؟ لا طبعا خالص. لا متاكد؟ اللي اعرفه بقوله، اللي ما اعرفوش ما بقولوش. طب كم مره سالت حد انت وفات عليك؟ لا الحمد لله يعني ربنا بقول لنا اولاد الحلال يعني، اللي انا بنسالهم على العنوان فبيدلونا يعني. اهلا بكم من جديد. عشان وقت الحلقه محمد فتوى كده صغيره. ماشي. طبعا الناس عليه السلام بيقول اجراكم على الفتيا اجراكم على النار. كان الامام مالك هو امام دار الهجره، امام اللي كان اصغر امام، كان اصغر امام وعنده 21 سنه، كان متولي الفتوى في المدينه. تخيل اتعرض عليه 48 مساله، 48 سؤال، وهو امام الدنيا في التوقيت ده، 48 سؤال، فيجاوب في 32 واحده منهم يقول لا ادري ولا اعلم، وفي 12 بس متوقعه قال الاجابات اللي هي المعروفه يعني. الشاهد يعني ان الامام نفسه هو امام الدنيا في هذا التوقيت ما كانش متجرأ الجرأه دي، لان عادي ان هو يقول ما اعرفش. ليه بقى؟ لا تعيبه في شيء. ليه بقى؟ لان بص الخطوره دي، هذا شعب بيقول لك ايه، ان المفتي ده شخص بيوقع عن رب العالمين، لذلك ابن القيم خطيره. لذلك ابن القيم الف مجلد كبير وقال اعلام الموقعين عن رب العالمين. تخيل لو انا مثلا اعطي لك تفويض انك توقع عن حق التوقيع، خطيره مش اي حد. لذلك لازم تروح شارع عقار وتروح مش عارف ايه اماكن. تخيل بقى ان المفتي ده هو اعلام الموقعين عن رب العالمين. جزاك الله خير. علاء بطل فتي. انا هبطل خلاص مش هتكلم تاني. جزاك الله خيرا. تمام الحمد لله. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.